بسم الله الرحمن الرحيم، نلتقي من جديد في الوحدة الثانية والتي هي التحولات النووية، بعد أن تعرفنا على تركيب نواة وقلنا هي تتكون من بروتونات ونيترونات، ثم تعرفنا على تفسير تماسك النواة وقلنا يرجع إلى قوى نووية كبيرة توجد داخل النواة بين النويات أو النيوكليدات. ثم عرفنا ما هي نواة مستقرة وما هي نواة غير مستقرة، وتعرفنا على سبب عدم استقرار نواة، وقلنا يرجع إما إلى أن كون أنها تحتوي على عدد بروتونات أكبر من عدد نيوترونات، أو العكس، أو بها طاقة زائدة تتخلص منها حتى تستقر. وقلنا أيضا أن أنواع التحولات النووية هي إما جاما أو بيتا بلس وبيتا موا وألفا. وقلنا في بيتا بلس وبيتا موا يتغير العدد الذري بزائد أو ناقص واحد، بينما في الإشعاع جاما لا يتغير لا عدد كتلي ولا عدد شحني، وفي الإشعاع ألفا يتغير بأربعة وزاد باثنان، بينما جاما يحدث عندما تكون النواة الابن غير مستقرة، فتنبعث منها موجة كهرومغناطيسية تسمى بإشعاع جاما. في تعريف النواة المستقرة قلنا هي نواة تتحول، قلنا تلقائيا، تتحول تلقائيا حتميا عشوائيا. وقلنا سوف نتعرض إلى شرح هذه المصطلحات التلقائية والحتمية والعشوائية. هذه الخواص هي خواص النشاط الإشعاعي، سوف نشرح كل واحدة منها. إذن خصائص النشاط الإشعاعي، يتميز بالتلقائية والحتمية والعشوائية. نبدأ بالتلقائية، أي أنه إذا كانت لدينا عينة من أنوية مشعة فإنها تتحول تلقائيا لوحدها دون تدخل عامل خارجي، إذا تحولها يكون طبيعيا لوحدها. حتميا، أي أنه إذا كانت لدينا عينة من الأنوية المشعة الغير مستقرة فإنه محتم عليها أن تتحول إلى أنوية مستقرة كي تستقر. عشوائيا، إذا كانت لدينا مجموعة من الأنوية الغير مستقرة نعلم أنها تتحول لكن لا نعلم أيها تتحول ومتى تتحول. إذن هذا الطابع العشوائي للنشاط الإشعاعي، أي أنه إذا كانت لدينا مجموعة من الأنوية كلها غير مستقرة لا نعلم أيها يتحول أولا ومتى يكون تحولها. إذا كانت هذه خصائص النشاط الإشعاعي، هي التلقائية والحتمية والعشوائية. وسوف نلتقي في عنصر آخر وهو قوانين النشاط الإشعاعي.